السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، نلتقي في محاضرتنا السادسة لمقرر البيئة النظامية للأعمال التجارية. قبل البدء في محاضرتنا مثل العادة نشوف إذا كان هناك أسئلة، بس ما انضم لنا حتى الآن. على العموم، من الجيد كذلك التذكير ب طريقة تسجيل المحاضرات وأين توجد تلك المحاضرات. جميع المحاضرات طبعا السابقة واللاحقة بإذن الله تعالى سوف تم تسجيلها، فجميع المحاضرات مسجلة، يمكن الوصول لها عن طريق موقع تدارس موجودة في أيقونة المحاضرات الحية، قائمة المحاضرات. بعد ذلك يقوم الطالب أو الطالبة باختيار مشاهدة المحاضرات المسجلة، وسوف يجد جميع المحاضرات التي تم إلقاءها في وقت سابق من بداية الفصل الدراسي هذا، فجميعها مسجلة. في حال وجود سؤال أو استفسار لأي طالب أو طالبة، يمكن تقديم هذا السؤال أو التواصل عن طريق موقع التدارس. كذلك يوجد هناك منتدى مخصص للأسئلة ومنتدى عام للمقرر. كذلك يمكن للطالب او الطالبه ارسال الاسئله بشكل خاص ان اراد او ارادت عن طريق البريد الالكتروني المخصص في هذا المقرر. وجميع هذه الخدمات متوفره على موقع تدارس الخاص باعمال التعلم الالكتروني بالجامعه. هذا كان فيما يخص تعليمات عامة يخص تسجيلات المحاضرات وطريقة الوصول لها بأسهل الطرق، والتواصل كذلك عن طريق المنتدى الخاص بالمقرر. طبعا احنا رجوعا فقط على المحاضرات الأخيرة، المواضيع واستكمالا لموضوع المواضيع التي بدأناها في المحاضرات السابقة، غطينا احنا مواضيع كثيرة، من ضمنها كان بداية تاريخ القانون التجاري أو النظام التجاري بشكل عام حول العالم ونهضته. وبعد ذلك غطينا الأعمال التجارية بأنواعها الثلاثة المختلفة، وتطرقنا لكل نوع منها وما هو منصوص عليه في نظام المحكمة التجارية، والأعمال التي لم يتم النص عليها صراحة في نظام المحكمة التجارية. بعد ذلك تطرقنا ل نظام العمل، ورأينا أن العقد عقد العمل بين العامل وصاحب العمل هو عقد مثل باقي العقود يتطلب وجود الأركان الأربعة. ووجدنا نظام العمل في يتناول أحكام كثيرة خاصة في العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل، وطريقة تحديد الأجر ومكافأة نهاية الخدمة. في المحاضرة السابقة توقفنا عند المواضيع الخاصة بأحكام تشغيل السيدات، حيث أن المرأة لها وضع خاص، فوضع لها النظام وضع أحكام تتناسب وطبيعة المرأة، فلا يجوز يعني تشغيل المرأة في الأعمال التي تكون فيها مخاطرة جسدية عالية أو جهد بدني عالي، فهي بطبيعتها لا تتحمل مثل الرجل. كذلك تولى النظام أو تناول أحكام خاصة ب إذا توفر في حال توفر عدد معين من العاملات، يلزم النظام صاحب العمل بإيجاد مربيات أو يهيئ عدد كافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات. هذا إذا بلغ عدد أطفال 10 فأكثر، وكان صاحب العمل يشغل أكثر من سي 50 عاملة. أما إذا استخدم 100 عامل فأكثر، فعليه إنشاء حضانة كاملة. وهذا طبعا من الأمور الحميدة في نظام العمل السعودي، بحيث أنه يراعي تربية النشء هذا، فهو الرافد الذي سوف يكبر بإذن الله تعالى ويخدم وطنه بإذن الله تعالى. فمن هذا المبدأ كان هو أولى بالرعاية، ولذلك ألزم صاحب العمل بتوفير حضانات لهم في إذا وصل عدد العاملات 100 عاملة أو أكثر.
بعد ذلك تطرقنا لأحكام تشغيل الأحداث، والحدث هو الشخص الذي الصغير اللي يعني ما بلغ لسه سن البلوغ، ما دخل سن 18 سنة هجرية. فحق جاء نظام العمل السعودي واضح في هذا الشأن، بحيث أنه منع تشغيل أي شخص لم يتم سن 15 من عمره، يعني ما هو لسه في مرحلة دخل 15 سنة، لا، لابد أنه يكون أتمها، يعني انتهى من 15 سنة، أتم بشكل كامل. فلا يجوز تشغيل الطفل هذا إلا إذا تم 15 سنة. وللوزير أن يرفع هذا السن في بعض الصناعات، اللي هو طبعا الوزير المذكور في النظام ويقصد فيه وزير الموارد البشرية. فيجوز للوزير أن يرفع السن في بعض الصناعات أو بعض المناطق بالنسبة لبعض فئات الأحداث. كذلك من ناحية عدد ساعات تشغيل الحدث مراعاة لظروفه، جاء النظام واضح في هذه النقطة كذلك، بأنه لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من 6 ساعات في الأيام العادية في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، ما عدا شهر رمضان الشهر الفضيل، فيجب ألا تزيد ساعات العمل للحدث أكثر من 4 ساعات في اليوم، في أي يوم من أيام الشهر الفضيل. طيب، كذلك تضمن النظام أحكام فيما يخص الحدث، أنه لابد أن يكون هناك تنظيم ساعات العمل الحدث، ومثله مثل العامل العادي لابد له من ساعة راحة ووقت لأداء الصلاة وتناول الطعام، ولا يجوز إبقاؤه في جميع الأحوال أكثر من 7 ساعات في مكان العمل. مكان العمل. طيب، هل هناك سؤال؟ نعم، هل يوجد سؤال؟ الطالبة المنضمة لنا حديثا. طيب، الصوت واضح لكم؟ الطالبة المنضمة لنا. الصوت واضح؟ طيب، في حال وجود سؤال أو استفسار ممكن الكتابة مباشرة في المكان المخصص لذلك في صندوق المحادثات في هذا الفصل. طيب، وانتهينا في محاضرتنا السابقة في تفتيش العمل، وقلنا أنه يتولى تفتيش أماكن العمل ويفتشون المختصون، يسميهم وزير العمل وزير الموارد البشرية بقرار منه، ويجب أن تتوفر فيهم شروط معينة. يعتبر المفتش ملزم بالحفاظ على السرية المطلقة للشكاوي، يعني هو يفتش بناء على شكوى، فهو النظام يلزمه بالحفاظ على السرية، لأنه قد يتضرر صاحب الشكوى إذا كان العامل بالذات، قد يتضرر من انتقام صاحب العمل. نعم، جميل، الصوت واضح. هل يوجد سؤال أو استفسار؟ إن شفت اليد يعني مرفوعة وكأنه يوجد سؤال. طيب، يعطيكم العافية. فقلنا انه هذا بالنسبه للتفتيش. طيب، اذا حصل نزاع بين صاحب العمل والعامل، ذكرناه في المحاضره السابقه طبعا، وهذا متوقع بما انها علاقه بين شخصين او اكثر، متوقع انه هذه العلاقه يشوبها بعض النزاعات او الاختلافات. في حال نشوب نزاع، هناك توجد هيئه
تسمى هيئة تسوية الخلافات العمالية، لها درجتين: هيئة ابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وهذه تسمى الدرجة الأولى للنظر في النزاع، وعندنا الهيئة العليا لتسوية النزاعات أو الخلافات العمالية. هذا كان في السابق، طبعا النظام الجديد الآن أصبح هناك محكمة مختصة بالمحاكم بالنزاعات العمالية، لكن إحنا مطالبون بما هو موجود في المنهج المعتمد من قبل القسم. فعندنا هذه الهيئتين، هيئة ابتدائية لتسوية الخلافات العمالية هي توازي الدرجة الأولى من درجات التقاضي، وعندنا الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، بحيث أنه لو صدر حكم وكان أحد الأطراف غير راضي عنه يمكن أن يرفع الشكوى للهيئة العليا. طبعا يعين في هذه الهيئات خريجي تخصص الشريعة والقانون، وممن لهم خبرة في مجال الخلافات العمالية. طبعا إذا تم تقديم طلب إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وصدر فيها قرار وكان أحد الأطراف غير راضي عن هذا القرار، يجوز له أن يستأنف خلال مدة 30 يوم من تاريخ تبليغه بالقرار، من تاريخ تبليغه، يعني خلال 30 يوم من تبليغ الشخص أو الطرف الغير راضي بالقرار، يحق له أن يرفع طلب استئناف لدى المحكمة العليا خلال 30 يوم. طيب إذا عدت 30 يوم لم يرفع هذا الطلب، في هذه الحالة يصبح القرار واجب النفاذ، بمعنى آخر يجب عليه أن يقوم بتنفيذ القرار الصادر من هيئة تسوية الخلافات العمالية الابتدائية، طبعا اللي الدرجة الأولى. في نظرة عامة وشاملة لمزايا نظام العمل العمال السعودي أو نظام العمل السعودي كما هو اسمه في النظام، عندنا مزايا فنية ومزايا موضوعية. عندنا المزايا، من المزايا الفنية تنقسم إلى تقريبا ثلاثة أقسام، منها الصفة الآمرة. والصفة الآمرة يعني يقصد فيها أنه لا يجوز للأفراد سواء كان صاحب العمل مع العامل أو الشركات حتى الاتفاق على مخالفة أو تعديل نصوص النظام، فأي اتفاق على مخالفة نصوص النظام يعد باطلا، هذه من صفة الأمر. من المزايا الفنية كذلك في نظام العمل السعودي المعدل أنه النظام متطور وحديث، ويعتبر هذا النظام حديث النشأة، لم يكتمل نموه، ولذلك نجد أنه نص على صاحب العمل والعامل تطبيق أحكام النظام والالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية، وتظل الشريعة الإسلامية هي النظام العام في المملكة. من مزايا الفنية كذلك صياغة النظام، نجد أن عقد العمل يتميز بقواعد خاصة من حيث الأهلية اللازمة لصحة وغيرها من الأمور. هذا كان فيما يخص المزايا الفنية. في الجانب المقابل عندنا مزايا موضوعية تحلى بها نظام العمل السعودي بعد تعديله. فمن المزايا الموضوعية أنه يسري هذا النظام على جميع فئات العمال، يعني بدون استثناء، سواء كان رئيس شركة، كان رئيس تنفيذي، كان مدير إدارة مالية، مدير شؤون الموظفين، موظف عادي، عامل، الجميع أمام نظام العمل سواسية. فقواعد وأحكام هذا النظام تطبق على الجميع بدون تفرقة، لا يوجد أي تمييز لأي فئة من العمال. فنلاحظ أن أحكام حتى يعني عند دراستنا للأحكام الواردة في هذا النظام في المحاضرة السابقة لم نجد هناك أي تمييز. التمييزين وحصلناهم لفئتين، أو التمييز اللي حصلناه لفئتين من العمال اللي هم من يتذكر من نظام العمل في المحاضرة السابقة عندما تحدثنا عنه، وجدنا أنه يميز أو يضع أحكام خاصة لفئتين من العمال. من هم؟ من يتذكر معنا؟ ما نتذكر. عندنا كان المرأة، ومن الفئة الثانية الذي خصه نظام العمل السعودي بأحكام خاصة به؟ المرأة هي الفئة الأولى، والفئة الثانية من؟
اللي هي فئة الأحداث. فئة الأحداث. طيب، أما غير ذلك فلا يوجد أو لا يوجد في الأساس ما يجعل نظام العمل، أو لم يميز نظام العمل بمعنى صح بأي فئات أخرى من العمال، سواء كان رؤساء تنفيذيين، رؤساء شركات، مدراء إدارات، رؤساء إدارات، سواء مثل مدراء الإدارات نفس الشيء. فبشكل عام كذلك لم يضع معيار الراتب مثلا على سبيل المثال أو الأجر، يعني مثلا وضع أحكام خاصة بمن يكون له أجرا عالي مثلا يختلف عن صاحب الأجر البسيط، فالجميع سواسية أمام أحكام النظام. فهذا يعتبر من المزايا الجميلة الموضوعية في نظام العمل. عندنا المزايا الموضوعية كذلك زيادة حقوق العامل كالإجازات السنوية، فهذه ركز عليها ولم يجعلها مجالا للتفاوض بين العامل وصاحب العمل. قد يوافق العامل على بعض الأشياء وأعطى النظام حرية في بعض النواحي، لكن هناك أمور لا يجوز التنازل عنها. كذلك المزايا الموضوعية حماية أجور العمال، وهذه نقطة مهمة جدا، فأجر العامل يظل محصن نظاما، لا يجوز استقطاع منه إلا بحكم قضائي أو بناء على حكم من أحكام نظام العمل، تنفيذا لحكم أحكام نظام العمل. غير ذلك لا يجوز استقطاع من راتب العامل. حتى عملية تسليم الراتب أصبح لها أحكام، أنه يجوز إيداع الراتب عن طريق حوالة بنكية، وهذا فيه نوع من حماية للأجر لإثبات عملية الحوالة. يعني كان أول قد يكون ورقيا بالتوقيع أو شيء من هذا القبيل، قد ينكر صاحب العمل أو العامل من جانب آخر بأنه لم يستلم الراتب، لكن الآن عندما أصبحت العملية مرتبطة بحوالة بنكية فعملية توثيقها تكون أسهل، فبالتالي الاستدلال عليها أو الاعتماد عليها تكون أسهل. حتى لو صار نزاع عليها يمكن الرجوع للحوالات البنكية. رابعا من المزايا الموضوعية لنظام العمل الأسبوعي بعد تعديله اللي هو منع فصل عامل من العمل بدون سبب مشروع. يعني ما هي العملية الصلاحية بدون حدود لصاحب العمل فيما يخص إنهاء العلاقة التعاقدية بينه وبين العامل؟ لأنه لابد أن نلاحظ شيء، أنه من هو الطرف الأضعف في هذه العلاقة؟ هو العامل بطبيعة الحال. فتدخل المنظم ولم يجعل لصاحب العمل حرية مطلقة في عملية الاستغناء عن العامل، لأن العامل لديه كذلك التزامات أسرية اجتماعية وغيرها. فبالتالي على صاحب العمل أن يراعي ذلك، فوضع حدا نظام العمل لذلك ونص أنه لا يجوز فصل العامل بدون سبب مشروع. بدون سبب مشروع، لكل فصل لابد أن يكون له سبب يبرره، سبب يبرر. خامسا، أجاز نظام العمل إنشاء مكاتب استخدام لإيجاد العمل للعامل، وهذه فيها احترافية شوي، يعني ما هو مثل السابق. الآن لا، إذا مثلا شركة أو تاجر يبحث عن عامل بخبرات معينة بميزات معينة، أجاز النظام بإنشاء مكاتب لإيجاد هؤلاء العمال أو لتدريبهم أو توفيرهم في حالة طلبهم من قبل الشركات أو صاحب العمل. وهذه طبعا تفتح باب منافسة جيد للعمال ذي المهارات العالية. سادسا، من المزايا الموضوعية هو إيجاد خاص للنظر في القضايا، وهذه طبعا تطرقنا له في موضوع هيئة التسوية العمالية سابقا، والآن أصبحت المحكمة العمالية وهي مستقلة تماما وذو كفاءة عالية في عملية حسم النزاعات التي تنظرها بين العامل وصاحب العمل. من التعديلات اللي طرأت جديدة على نظام العمل، طبعا التعديلات صدرت في شهر أبريل من عام 2015 بعد إقرارها من مجلس الوزراء السعودي. ومن أهم التعديلات التي طرأت على نظام العمل السعودي هي
أنه أعطت المفتشين على أماكن العمل صلاحيات الضبط والتحرير وتحرير المخالفات بعد أن اقتصرت صلاحياتهم السابق على النصح والإرشاد فقط، وهي طبعا صلاحية عالية جدا. اللي هم من هم المفتشون اللي قلنا عليهم قبل قليل؟ يتم تعيينهم بقرار من وزير الموارد البشرية. كان في السابق دورهم يقتصر فقط على تقديم النصح والإرشاد يعني والتوجيه فقط، ما يطبقوا عقوبات. الآن لا، أصبح لهم صلاحيات أكبر بعد تعديل نظام العمل الجديد وإقراره من مجلس الوزراء السعودي في عام 2015. كذلك من التعديلات المهمة طرأت على نظام العمل هي التعديلات التي تعطي الوزارة لوزارة الموارد البشرية الحق في الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشآت المخالفة، وهذا طبعا إجراء جيد حيث أنه سوف يدفع على أصحاب العمل عملية مراعاة حقوق العمال، بحيث أنه أصبح في يد الوزارة الحق في عدم تجديد رخص المنشآت المخالفة لنظام العمل. يعني إذا كان عندنا منشأة مخالفة لنظام العمل ولا تكترث مثل السابق، كان أول ما يكترث كثيرا في المخالفات، فالآن لا، أصبح في مجال لمعاقبتهم أكثر، وهذا يحملهم على تطبيق النظام كما ثالثا، رفعت نسبة التدريب للموظفين من صاحب العمل السنوي من 6% إلى 12%. رابعا، من التعديلات كذلك المهمة تمديد فترة التجربة للموظف الجديد بشرط ألا تزيد عن 180 يوم. خامسا، عدم جواز تضمين شهادة الخدمة، ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وهذه مهمة جدا لعملية التخارج من عقد العمل. يعني كان أول من السابق قد يتخارج صاحب العمل من العامل أو العلاقة التعاقدية هذه ويعطيه شهادة مثلا سيئة أو لا يعطيه شهادة. الآن لا، يعطيه شهادة، ولا بد أن يراعي مصلحة العامل في ذلك، في أنه قد يبحث عن عمل مستقبلي، فلا بد أن يضع ذلك في الاعتبار. سادسا، انه لا يحق للمنشأة وكذلك التاجر التي لا توجد لديها لجنة عمالية ان تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفاظا على حقوق العامل. يعني الغرامات التي تحصل من العامل نتيجة تطبيق النظام لا يجوز للمنشأة ان تتصرف فيها من تلقاء نفسها الا بموافقة خطية، والمقصود هنا بالموافقة اللي هي موافقة الوزارة، طبعا وزارة الموارد البشرية، لكي لا يسيء استخدام هذه الغرامات، لأنه قد تكون هذا تفتح باب لسوء الاستخدام. يعني بالعكس، قد يكون دافع لزيادة الغرامات على العمال بهدف تغطية تكاليف المنشأة، تكاليف في نواحي أخرى. كذلك أضيفت 3 جهات جديدة أو 3 حالات جديدة آسف لإنهاء عقد العمل، وهي إغلاق المنشأة نهائيا، وهذا شيء منطقي. إذا أغلقت المنشأة نهائيا ليس هناك مبرر للاستمرار في هذه العلاقة التعاقدية، لأنها تظل تكلفة على المنشأة. من الحالات كذلك الجديدة لإنهاء عقد العمل هي إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل. يعني إحنا عندنا المنشآت قد تكون شركة، والشركة مثل ما نعرف لها عدد من الوحدات والإدارات داخلها، قد تكون كبيرة أو صغيرة، تختلف في الحجم، تختلف في عدد العمال، هذه ليست إشكالية. وقد تضطر بعض الشركات أو المنشآت بإعادة هيكلة الشركة أو المنشأة، وإعادة الهيكلة قد يتطلب إغلاق بعض الوحدات أو النشاطات. يعني هذا النشاط أو الوحدة أو الإدارة لن يكن له جدوى اقتصادية مثلا للشركة، فبالتالي قد تتخذ الشركة قرارا بإلغاء ذلك النشاط، بإلغاء ذلك النشاط أو إلغاء النشاط التي تعمل فيه الشركة بالكامل. في هذه الحالة لو تم إنهاء علاقة تعاقدية بين العامل وصاحب العمل، النظام أجاز ذلك مراعاة لمصلحة المنشأة أو الشركة، لأن في الأول والأخير يعني المنشأة حتى وإن كانت وضعها أقوى من العامل
لكن كذلك لها مصالح لا بد أنها ترعى. كذلك هناك حالات أخرى نص عليها نظام العمل في موضوع الإنهاء. طيب هذا كان فيما يخص نظام العمل السعودي. قبل الانتقال للموضوع التالي، هل يوجد سؤال أو استفسار؟ طيب جيد، إذا ننتقل لموضوع جديد جدا مختلف عن السابق، وهو موضوع المراجع المحاسبية والمحاسبون القانونيين. طبعا المحاسبون القانونيين طبعا لهم احتياج كبير في الحياة العملية في التجارة بالذات، فتم وضع لهم نظام يخصهم ويتناول تنظيم عملية صدور التراخيص. فبداية لابد أن نعرف من هو الشخص الذي يحق له حسب نظام المحاسبة القانونية السعودي بممارسة مراجعة الحسابات. طبعا مراجع الحساب هذا أو الذي يقوم بعملية مراجعة حسابات الشركات، ويجزاكم خير، مراجع الحسابات هذا طبعا يعول عليه كثيرا، يعني خاصة في الشركات مثلا المدرجة في السوق المالية. مثلا أنا لو مستثمر في السوق المالية على سبيل المثال، عند مراجعة أوراق أو قوائم مالية للشركة المدرجة اللي أنا مساهم فيها، سوف أعتمد كثيرا على مراجع الحسابات لهذه الشركة على اعتبار أنه شخص محترف مرخص له. لذلك كان لابد من تنظيم عمل هؤلاء المحاسبين القانونيين، لابد من نعرف من هو الشخص الذي يحق له الحصول على ممارسة مراجعة الحسابات في المملكة، ما هي الشروط القيد في سجل المحاسبين القانونيين، كذلك ما هي العقوبات إذا خالف نظام المحاسبين القانونيين، وما هي الالتزامات إذا صدرت تم تقييده في سجل المحاسبين القانونيين، طيب ما هي التزاماته؟ كل هذا إن شاء الله راح نعرفه في موضوع المراجعة الحسابية والمحاسبين القانونيين. طيب بداية لابد أن نعرف من له الحق حسب نظام المحاسبين القانونيين بممارسة مراجعة الحسابات. كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة يحق له ممارسة المحاسبين القانونيين أو مهنة مراجعة المحاسبة مراجعة الحسابات مقيد في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة. طبعا لابد أن نفرق بين سجل المحاسبين القانونيين وسجل السجل التجاري الذي يسجل فيه الشركات، هذاك شيء وهذا شيء، ففي اختلاف بين السجلات هنا. سجل المحاسبين القانونيين يختلف عن سجل الشركات ولا يغني عنه طبعا. اوكي طيب، ولا يجوز اي شخص طبيعي او معنى مزاوج مهنه المراجع الحسابات الا اذا كان مقيدا في هذا السجل. يعني بشكل عام لابد انه يكون الشخص اول شرط انه يكون مقيد في سجل المحاسبين القانونيين. طيب السؤال التالي المنطقي، ما هي شروط القيد في سجل المحاسبين القانونيين اذا كنت انا ابغى امارس مراجعه الحسابات؟ خلاص عرفنا الشرط المتطلب انه يكون مقيد في سجل المحاسبين القانونيين. طيب كيف أقيد نفسي في سجل المحاسبين القانونيين؟ هناك شروط الآن نناقشها، اللي هي على النحو التالي. أولا لابد نقول أن تكون تحمل الجنسية السعودية، سواء كنت شخص فرد طبيعي أو منشأة أو شركة. والشركة تحصل الجنسية السعودية متى؟ الشخص المعنوي، ها من يعرف معنى متى الشخص الطبيعي؟ خلاص نعرف متى يحصل الجنسية بمجرد الميلاد، وكان والده سعودي فهو يحصل الجنسية السعودية. طيب بالنسبة للشركات كيف تحصل على الجنسية السعودية أو المنشآت بشكل عام؟ خلنا من الشركات التجارية، ها من يعرف؟
طيب أساعدكم في ذلك. الشركة تحصل على أو تكتسب الجنسية السعودية إذا تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات السعودي وكان مقرها الرئيسي المملكة العربية السعودية. في هذه الحالة تكتسب الشركة الجنسية السعودية. طيب هذا الشرط الأول، أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية. ثانيا أن يكون كامل الأهلية. بالنسبة للشخص يعتبر كامل الأهلية متى يعتبر الشخص كامل الأهلية عندنا في النظام السعودي؟ من يعرف؟ بمعنى آخر، متى نقول أن هذا الشخص مؤهل؟ أيوة، العمر هو المعيار. نعم، متى؟ إذا بلغ كم من العمر؟ ثمانية عشر سنة هجرية. بالضبط، صحيح. إذا بلغ الشخص 18 سنة هجرية نقول هذا الشخص إيش؟ مؤهل. لكن شرط إيش؟ ما هو بس يبلغ سن 18 سنة، لابد أن يكون كذلك بكامل القوى العقلية، يعني شخص يدرك، يميز، يعرف ما هو اللي الصالح له، ما هو المضر له، ليس فيه أي عار من عقول من اللي هي عوارض الأهلية، ليس بمجنون، ليس فيه سفه، ليس فيه غفلة. فهذه كلها تعتبر إيش؟ اللي هي شروط الشخص أنه يكون كامل الأهلية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، يشترط في الشخص الذي يطلب القيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون حسن السيرة والسلوك، بمعنى آخر غير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وإلا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد نضع صدور قرار التأديبي 3 سنوات. طبعا قرار التأديبي له شروطه، يعني الشخص في سؤال استفسار. لا يستطيع. طيب يعطيكم العافية، راح اضطر اغلق الصوت الميكروفون. هل تحتاج تتحدثي يعني عن طريق الميكروفون او لا؟ طيب اوكي، يعطيك العافية. فقط لعملية ضبط التداخلات، يعني في حال وجود سؤال يعني متعودين على الكتابة. شاكر مقدر تفاهمكم. طيب ما في مشكلة، في حالة أن الأستاذة تحتاج تتحدث ما في مشكلة، ممكن نفتح الهاتف. على بركة الله. طيب قلنا أنه ما يكون الشخص هذا قد صدر ضده قرار تأديب الفصل من الخدمة الحكومية، والقرارات التأديبية طبعا لها شروطها وجزاكم خير. القرار التأديبي طبعا بالفصل بناء على قرار تأديبي له شروطه وأحكامه، فلا بد أنها تكون مكتملة ليصدر ضد الشخص. فإذا صدر قرار بفصل الشخص تأديبيا هنا لا يستطيع أنه يقيد في سجل المحاسب القانون إلا بعد مضي صدور هذا القرار ب3 سنوات على الأقل، الحد الأدنى 3 سنوات. كذلك من الشروط التي يتطلبها النظام للقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس اللي هو تخصص المحاسبة، في تخصص المحاسبة أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها. طيب ما هي عندنا الجهة المختصة في المملكة بمعادلة الشهادات؟ ما هي الجهة المختصة عندنا في المملكة بمعادلة الشهادات العلمية طبعا؟ يعني مثلا لو درس شخص خارج المملكة
الشهادات يعني مختلفة، مختلف درجاتها، سواء كانت بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، دكتوراه. يعني مثلا شخص درس خارج المملكة بكالوريوس وجاء للمملكة بيتوظف، نقول له هات المعادلة. أوكي، من هي الجهة التي تعادل له الشهادة؟ اللي هي وزارة التعليم. وزارة التعليم، نعم بالضبط صحيح، وزارة التعليم. كذلك من الشروط التي يتطلبها النظام في الشخص المتقدم للطلب القيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون لديه خبرة عملية في أي أعمال محاسبية، لأنه طبعا مراجع الحسابات هذه أو مراجع الحسابات العملية يعني ليست بسهلة ومهمة جدا بالنسبة للمنشآت وكذلك للمستثمرين. فلا بد أن يكون لديه خبرة لدى إحدى الجهات التالية: أولا لدى مكتب محاسبين قانونيين معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في نظام المحاسبين القانونيين طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك النظام. وذلك طبعا مدة الخبرة كم لدى مكتب محاسبين؟ مدة لا تقل عن 3 سنوات، هذا بالنسبة للبكالوريوس. طيب، وتخفض إلى 2 سنين إذا كان طالب القيد حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها. يعني إذا كان طالب القيد في سجل المحاسبين القانونيين لديه خبرة 2 سنين، لديه شهادة ماجستير، فيكتفى النظام ب 2 سنين خبرة. أما إذا كان مقدم الطلب لديه شهادة دكتوراه في المحاسبة ومعادل هذه الشهادة، فيكفي أن يكون تدرب أو عمل لدى مكتب محاسبة قانوني لمدة سنة واحدة فقط، مدة سنة واحدة فقط. طيب، إذا ما كان عنده خبرة في مكتب محاسبة قانوني، نقول خلاص بس هي هذه الجهات التي نعتمد خبرتها؟ لا، عندنا الخيار الثاني أن يكون لديه خبرة أو عمل لدى جهات حكومية أو شركات أو مؤسسات فردية طبقا للشروط والمدد التي تحددها اللائحه التنفيذيه لنظام المحاسبين القانوني، على ان لا تقل المدد عن المشار اليه في الفقره السابقه، يعني لا تقل عن المدد اللي ذكرناها فيما يخص مكاتب المحاسبين القانونيين. كذلك يشترط في هذا الشخص ان يكون عضوا اساسيا بالهيئه السعوديه للمحاسبين القانونيين، يعني لازم يكون عنده عضويه في الهيئه. كذلك يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وهذا شرط أساسي، لابد أن يكون متفرغ لمزاولة المهنة. ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانوني. طيب، إذا شخص استوفى جميع هذه الشروط متبقي عليه التقديم، طيب يسأل يقول ما هي الإجراءات؟ ما هي إجراءات القيد في سجل المحاسبين القانونيين؟ نقول له الإجراءات على النحو التالي. طبعا هناك لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين، يعني تنظر في هذه الطلبات، وهي التي يعني تتلقى، يعني هذا الشخص الذي استوفى جميع هذه الشروط نقول له روح لهذه اللجنة قدم عندهم. وتسمى هذه اللجنة بلجنة القيد. وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يكون قرارها مسببا ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المطالب. يعني اللجنة قد تقبل الطلب، بالتالي إذا تم قبول الطلب يتم قيد الشخص في سجل المحاسبين، وقد ترفض هذه اللجنة اللي هي لجنة القيد. طب إذا رفضت وكان المتقدم يعتقد أن قرارها غير صحيح، يحق له أن يقدم دعوى أمام ديوان أو يتظلم أمام ديوان الضعف. طيب، يدفع عند طلب القيد وعنده كل تجديد الشخص رسم قدره 1000 ريال للأشخاص الطبيعيين، يقدم 1000 ريال عند طلب القيد. ومنح أو منح المحاسب القانوني فردا كان أو شركة بعد قيده ترخيصا بمزاولة المهنة موقع من رئيس لجنة القيد موضحا به رقم القيد وتاريخه. يعني هذا الشخص الذي استوفى جميع الشروط والمتطلبات وقبلت اللجنة بقيده، في هذه الحالة الترخيص يكون نافذا لمدة 5 سنوات.
ترخيص الذي يصدر له في البداية مدته كم؟ 5 سنوات. طيب ويجدد هذا بعد 5 سنوات، يجدد لمدد مماثلة بناء على الطلب يقدم قبل انتهاء 90 يوم على الأقل. يعني الآن مثلا قدم هذا المحاسب، هذا قدم طلب في القيد وسجل المحاسبين يوم مثلا 1/1/2021، نقول له رخصتك اللي صدرت الآن هذه الترخيص هذا مدته 5 سنوات، فتحسب إلى يوم 1/1/2026. طيب إذا قال أبغى أجدد، نقول له قبل نهاية الترخيص هذا ب90 يوم تقدم طلب تمديد، طلب تمديد لمدة مماثلة اللي هي مدة 5 سنوات، ويدفع طبعا الرسم اللي هو 1000 ريال. طيب احنا لانه اقتربنا من نهاية المحاضرة، عندنا طبعا التزامات على المحاسب القانوني، والتزامات في شق منها فني، وفي التزامات اخلاقية على المحاسب القانوني، وكذلك سوف نتعرف بإذن الله تعالى على حالة توقف المحاسب القانوني العمل، يعني إذا المحاسب القانوني توقف العمل ما هي الإجراءات، وبعد الترخيص له وخالف النظام ما هي إجراءات تطبيق الجزاءات على القانوني، من هي المحكمة المختصة التي تختص بتوقيع العقوبات، وأنواع الجزاءات التي توقعها هذه أو تطبقها هذه المحكمة. طيب قبل الانتهاء من محاضرة اليوم نشوف إذا في سؤال أو استفسار أو شيء واضح يحتاج توضيح. ممكن بإذن الله تعالى إذا تحتاجوا أسئلة نهاية المحاضرة، ممكن في بعض المحاضرات أعتقد كان فيها أسئلة، أو ممكن يعني نحط أسئلة في وسط المحاضرة، مو شرط يعني نهاية المحاضرة، لكن نهاية كل موضوع مثلا نسأل شفاهة أو يكون كتابة، يعني على حسب على البلاكبورد، يعني في العروض يعني تكون ما في مشكلة، أبشر بإذن الله تعالى. أسئلة يعني تنشيطية للاستذكار يعني. طيب. هل يوجد سؤال أو استفسار ثاني؟ طيب جميل جدا، إذا إن شاء الله في هذه الحالة نلتقي بإذن الله تعالى يوم غد في نفس الموعد، تبدأ المحاضرة بإذن الله تعالى القادمة للمحاضرة السابعة في تمام الساعة 5:45، وتنتهي في تمام الساعة 6:30 مثل اليوم بإذن الله تعالى. فإذا كان هناك سؤال أو استفسار بعد الوقت المحاضرة الآن، ممكن يعني التواصل عن طريق البريد المخصص لهذا المقرر، أو وضع السؤال اللي تعم الفائدة على المنتدى الخاص بهذا المقرر على موقع تدارس التابع لأعمال التعلم الإلكتروني. طيب إلى هنا وأستودعكم الله، وأسأل الله لكم التوفيق والتيسير، وألتقيكم يوم غد بإذن الله تعالى، وأنتم في أتم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.